سي محمد هو إلى حدود نهار 17 ديسمبر 2010. نعم. لو أنت كنت من مرشحين لخلافة بن علي، هذا ما يروج في الشارع. جون أفريك لو دوفان سميناه. من اللي رشحك؟ مثلا جون أفريك. إلى حدود 17 ديسمبر كانت لو أنه تطرح اسمك لخلافة بن علي عمليا كان الشعب التونسي الكل كان يرحب بالشيء هذا. إلى حدود 17 ديسمبر كانت لو أنه تطرح اسمك لخلافة بن علي عملياً كان الشعب التونسي الكل كان يرحب بالشيء هذا.